say? I see Mohamed Amin. Mohamed Amin, شفت الصوت وانت بتقدم روحك اي عايش ولدي زي ما قبل كل شيء. اسمي محمد امين كريم، عمري 12 سنه، نقرا سنه سابعه ونقرا في كوليج بيلوت نزا 5. مرحبا بي محمد امين. عايش هاي تو بارتاج ليكرون تاعك وتقدم لنا العمل لا مدام ترى في تصويره زلنا ما بديت هادشي انا سيبه مدام قبل كل شيء باش نحكيو على الصور وعلى الموقع بتاع المدينه. مدام انتم في الجروب تاعنا ما قلتولناش انه احنا مدام باش نعملوا يعني انه باش نعملوا المدينه على ربوه وبحذا البحر. اما مدام كي شفت الليست بتاع العدد الكامل لقيت فيها الموقع بتاع المدينه يا اخي حاولت معناها انه شويه نجسدوا معناها ولكن مش بطريقه ما كانتش معناها طريقه باهيه. باهي واضح. باهي. خلطت خلوت هذه معناتها. اه مدام. قلت خلطتها يعني. اي باش تقول. باهي. ننتقلوا ننتقلوا للسور والبيبان. قمت بتباع الخريطة اللي قدمتوها لينا، أنا عملت البيبان الموجودين فيها الكل، حتى البيبان اللي ما عادش قايمين تو، معناها حاولت إني شوية تصور يعني معناها من الإنترنت وشوية معناها إبداع من عندي، معناها استخدمت شوية معناها من الحاجات الموجودين معناها في اللعبة إنه نحاول نجسدهم كيما تصور اللي لقيتهم قدام، أما فم البيبان اللي مازالوا تو موجودين معناها جسدوا كيما تصور، فم مثلا كلام باب سعدون اهو باب سعدون مدار كلام اهو كيما مدار خضراء مدار بين اخرين الزادة معناها مادام عملت انا 15 باب كيما الموجودين في الخريطه بعدين مثلا زاد مثلا باب بحر مادام عملت الفيل والفيل اير بس نجمت نبنيها مادام خاطر كيما تشوفوا كبيرة برشا يعني. تم تخلو المرحلة الثانية واللي هي لابيرا. بلي كاملة. خلي خلي البرزنتاسيون. خلي كاملة. مدام عملت مدام لابيرانت وعملتها مراحل. من باب حتى الباب كما تقول زاد حركت زاد استعملت كود بيلدر باش نجمت نحرك لاجون من هكا كما دام لحظه برك ما من حل كود بيلدر تم الكهرباء تم ذي مدام
البروجي اللي عملت به الواحد اللي عملت به الجون كما قاعدين تشوفوا مدام قاعد يتحرك في وسط اللابيرانت مدام تقدم مدام المرحله الثالثه والاخيره اللي هي ريدستون. مدام انا في ريدستون حاولت اني نستعمل ريدستون باش نعمل بعض الالعاب الصغيره مثلا مدام لهنا هم فما ديستاج مش على مدام لازم عملت معناه ديستاج مش برش يعني معناه شوي. اما مدام استعملت فيهم ريدستون مثلا مدام في ستاج هذا لازمك تختار البوطون صحيح اللي باش يعديك للمرحله اللي بعدها مدام معناها ما تنزلش على حتى بوطون من هذوما اللي هنا تنزل معناها تهبط هنا كيكا تلقى لهنا ماء ولهنا تلقى بوطون البوطون ذا حولك المرحله اللي بعد. هنا مدام عملت كيما لابيرانت صغيره ولكن لابيرانت هذه مدام فيها انه كي تدخل بلاصه غلطه تولي فما حاجه تضغط عليها تولي ذيك الحاجه تخليك ما تتعداش المرحله الاخرى وتعاود من الاول. في المرحله اللي بعدها مدام عملت مدام كيما كيستيونير مدام لازم لازم تجاوب على الاسئله اللي موجودين هنا والاسئله دول متعلقين بالمدينه. ثم مدام السؤال هذا مثلا مدام يقول لك قداش فما من باب مازال موجود لحد الان قداش من باب موجود قداش من باب تم بنائه في مدينه تونس العتيقه كل يوم كان 18 ولا كان 24 كان نزلت على الزر الصحيح اللي هو 24 تعدى المرحله اللي بعدها كان زر زدت على الزر الغلط في 18 خلي يجيك اني في خليك تموت وتعاود من الاول. مثلا زاد كيما في المرحلة الثانية لهنا سألت قداش فما من سور في المدينة اسكو فما سور ولا جوج اسوار نفس الحكاية زاد كان تزع الزر هذا تعاود المرحلة الاولى كان تزع الزر الغلط تعاود المرحلة تعاود من الاول. السؤال اللي بعده قداش مازال فما من باب توا معناها في المدينة مازالت معناها تنجم تلقاه اليوم 5 بيبان. أنا أكبر باب في المدينة كاملة اللي هو باب سعدو كيما نقطة صغيرة معناها حبيت هكاكا معناها اسكو أنت تحب تكمل المرحلة ولا معناها هكاكا مادام تكمل مادام سي البروجي بتاعي نتمنى يعجبكم وكهو. يعطيك الصحة محمد أمين. تفضلوا مدام ألفا كالعادة نبدأ بيك بور بوزي دي كيستيون سيلي أنا. أنا ماذا بي عاود يحط لي معناتها فيو دونسومبل نتاع المدينة. إي مدام. ايه لم هي كبيرة ما دام معناها تم اشتراها الكل بيه ولا صح سامحني يا هو اسمه محمد امين فوالا الالوان دونك المربعات الالوان اللي بالجنب شنو ما هيك مربعات الخضر اللي بالجنب نتاع 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 البلان نتاعك شنو ما نجم تحكي لنا عليهم شويه انا مدام دوما اللي بالجنب اللي على اليمين هذاك البيرسوناج اليد نتاع لا جون هذيك اليد نتاع لا جون انا ما عنديش اسئله معناتها سي بون معناها انا برك سؤال هو عمل البحر نحب نعرف قدام انا وبي مدام عملت قدام مدخل تاع المدينه وزاد بحذا عملته بحذا باب لحظه برك مدام بحذا شنو
انتو بحث باب عليهم مدام باب عليهم اخترت موقع مدام فهمتك واضح ديك صح بيان سور سي محمد كان عندك سؤال محمد امين ما تراش معايا دي برشا خضره يعني برشا جازون في العشره طيب بحال على خاطر هي خاطر كان قصدها محمد امين شنو هي الغايه منها معناها عندك برشا عشب ليه مشي انا مانيش قصدها يعني هو على خاطر السباس كبير يعني ما نجمتش نستثمروا الكل في المسابقه خاطر كبير برشا السباس حاولت تكبر فيها معناها انها تظهر كانها مدينه ما تشوفش اللي خرجك شويه على روح المدينه وتراثها اي بحق على خاطر هي معناها كمدينه معناها ما تكونش معناها فيها خضره معناها وكل يعني تكون معناها يا اما ديار يا اما معناها اماكن وكل طرق فيها معناها اما معناها في المسابقه زي ما هنا موش ما نظرش في نطاق المسابقه يعني باه يعطيك صح شكرا سي محمد سي ابراهيم هو محمد امين باش ما تحس روحك هكا انت مش مدرج تقدم المسابقه هي المسابقه قالت لك اعمل لابيرانت معناتها في وسط المدينه واستغل الانهج واستغل الديار معناتها هذايا نتذكر انا معناتها قلت لكم معناتها هذايا انت تعرفوا ولا ما تعرفوش معناتها انا التعليمك عطيته لك يظهر لي توافقني مدام فاطمة مدام هاجر وإلا لا أي وديجا ركزت لهم أنا قلت لهم حاولوا في وسط اللابيرانث معناتها تميز مدينتنا معناتها المدينة العتيقة صح قلني لهم الشيء هذايا وديجا قداش من مرة نقولوا لهم ماذا بيكم تعملوا حاجات مثلا في وسط السور في وسط بين وانت في وسط المتاهة بالحق كأنك في وسط المدينة المدينة العتيقة حسسنا اني فاهمه مدينة عتيقه معناتها قل لي مش شيء شكرا سي ابراهيم نرجع لك باش نسال سؤال صغير استعملت ستون قلت استعملته في الاخر بكل ميرا بعض المصابيح قاعده تشعل وحدين معناتها تجم تقول لي فين استعملته وفي بالضبط وين سامحني ريدستون وقتاش استعملته تقصد في الاخر ريدستون استعملته في ام تي جو فيها مراحل معناها ثم مثلا هنا فما مرحله لازم تبحث على الزر اللي باش يعديك المرحله اللي بعدها اللي هو هذا مثلا هذا الزر يعديك المرحله اللي بعدها اللي هو كله مخدوم بالريدستون المرحله ذي زاده فيها انا بيغانت ولكن من نوع مختلف اذا دخلت ثنيه غلطه بالريدستون يعني يعطيك اي في يخليك تعاود من الاول والهنا في المرحله اللي بعدها يعني عملت زاده بالريدستون زاده اسئله على المدينه يا اذا تجاوب صحيح تتعدى المرحله اللي بعدها يا تجاوب غلط يعطيك اني في يعني كله بالريدستون كوماند بلوك يعطيك اني في باش معناها يخليك تعاود من الاول واللي فيذر تيفيس اللي استعملتهم في الاخر هذوك اللي في دارتيفيس اللي استعملتهم في الاخر استعملت في الاخر دي في دارتيفيس بيري بين اي سا اي حتى ذوك بريد ستون زاد هاو يعطيك الصحه يا سيدي كاو ما عنديش حد سؤال شكرا سي ابراهيم عاجب محمد امين نعم يعطيك الصحه محمد امين العمل جيد فما بعض النقائص بطبيعة الحال اللي تعرضوا لهم الزملاء أنا سكو جي أنوتي اللي عجبني بالحق زادة هو في البارتي ريدستون يعني اللي عجبني هو أنك اختيار أنه يتعدى من عبارة على لعبة والاختيار باش يتعدى من مرحلة لمرحلة عملتها بريدستون إسوتو اللي عجبني هو الأسئلة متاعك اللي عطيتهم اللي هم في علاقة بالتاريخ متاع المدينة العتيقة قداش من باب لو قداش من باب موجود انسي دو سويت باسي معناها من نيفو لنيفو واحد اخر جابريسي طون ترافاي يعطيك الصحه سي محمد امين ان شاء الله بالتوفيق مدام ميدا تحب تدخل مدام ميدا
إيه محمد أمين توقف البرتاج ويعطيك الصحة وقول على خير. أنا على صحة. تعرف الإكرام؟ قصوا علي ما خلانيش نقدمه. خلنا نروح الساعة. قصت عليك دروب ادم عنده حق مزروب سلام قعدوا مرحبا ادم قدمنا روح خليه يقدم روحه خليه يبدا مثال شيء اي ادم قدم روحه قدم روحه انا بدي اعطي السبيتش تاعي قدم روحه بعد ابدا بعد قدمنا كمان جديد ها اسمي دم العموري تلميذ عجيب من عددية عجيبة الهوين بسباقس 15 سنة وتعرفت انكم استقبلتوني في المسابقة هذه شنو قسم ادم؟ انا في ام عم جي بريمير تفضل مرحبا بك قلت لك اسنان في ام عم جي بريمير مرحبا بك باهي عاد شاركت في الموسيقى هذه عجبتني اللمسة عندما دمجنا الماضي والمستقبل هنا مثلا بدينا ببحر الذي تأسس سنة في الشمال يطلع الشمال تم بناء في عهد الأغالبة به فعندما تحقق لدينا الدمج بين التراث القديم وعالم التكنولوجيا الحديث فرغم هذا التقدم الهائل حافظت تونس على تراثها بتميز معناتها ونذكر من هذا التراث الكبير والمتوسع اللي عندنا الأيقونة التونسية المدينة العتيقة كيف ما لنا نلاحظوا هذا السور متاعنا تتكون المدينة العتيقة من السور الذي تصدم مئات السنين قدام العواصف والحروب لذلك وهو يتكون لجام من 24 باب معناتها من أبرز البيبان كما قلنا في أول الحصة باب حار ومثلا لنا باب جديد زادا كما تعرفوا لنا تأسس سنة 1278 وهذا هو نفس العام هو باب الجزيرة وهنا زاد بيبان استعملنا مثلا الكوداش ايضا باش نجمو نبنيو الاسوار السور الكبير عملنا ركزنا على المساحات وركزنا اكثر حاجه ليت كيف ما لاحظنا السور كبير برشا كان استعملنا الكوداش لنا مثلا باب سعدون اللي جا عندنا في كل باب مثلا تاسس سنه 1350 وركزنا رجاع التفاصيل كيف ما ريتوا لنا في كل دورة مثلا الباب كان نحطوا مثلا دورة المدينة اللي هي بنيتها ونحطوا مثلا بعدها بالضبط التصويرة نتاع الخريطة بتاع المدينة العتيقة نجمو نلقاو فاسمو البيبل الكل اللي شبح لبعضهم واستعملنا ايضا الكوداش باش نجمو نبنيو الأرضية لنا مثلا باب الخضرة تلاحظوا وديجا كما لاحظتوا هو أوكا رجعنا الباب حار من فم به والبناء هذه التحفة أيضا استعملنا الكوداش كما قلت لكم ساعة شوية وعم باش نصعبوها عملنا البيبان من الريدستون ففي هذا الباب مثلا بحث باب قرطاجنا تلقى كود ولازمك تدخله كيف ما لاحظنا لنا كانت حابة نفوق نوريكم احنا اللي عملنا من الريدستون لازمك تدخل كود باش يتحل الباب كامل دخلش الكود ما ينجمش يتحلك الباب كيف ما نجمو نلاحظو عملنا الاجون بالكوداش باش يمشي من باب مثلا قرطاجنا الباب حر دقيقة نعملو ستارت نعملو قاعد اونتري نعملو ران بيع ما نجمش نوريكم كيفاش باش يمشي الاجون من اما طريقة خاطر معلومات خاصة هنا كيفما نعرفو الباب حر نرى مثلا الباب هذا ايضا صنع مثلا بريدستون لازمك تدخل مثلا كيف نراو لنا السؤال قداش مثلا من باب في المدينه فما ثلاث اختيارات وانت لازمك تدخل ما بين احنا نستناو توا الاجون والارض الاجون وصل كما لاحظنا ومثلا كان تحبوا نعاودوا نوريكم الاجون كيفاش يمشي من باب القرطاجنه نعاودو نمشيو لنا لازم نجيو في هذه البلاصة بالضبط خاطر عنده مسار محدد كيف ما كان فريتكم ريتو كان تراو على يدنا اليمين هذا هو المسار نتاع لاجون تاعنا بالكوداش يجمع انتوما كيفي ولا انا عندي الكرون واقف لا صباح قاعد نشوف بلا سامحني مني اي لا سي بون
كمل اسمه فيها بيه سوف نكمل بيه واحنا مثلا نمشيو لنا تقولوا لاجون ديجا وصل ببحر مش نزيد عملنا في الباب لنا في باب كما تعرفوا لنا باب الجزيرة عملنا ديجا أسئلة وقتاش تأسس وقتاش تعمل الباب خاطر بهكا نعملوا نذكروا اللاعبين التونس بالتراث نعلموا اللاعبين الأجانب بتراث تونس ونحفزوهم مش ندخلوا على الإنترنت ويراو تونس معناتها نثريو الزاد المعرفي للناس الكل به تو مش نوريكم المتاهة خاطر حابين نزيد نعملوا في خخ من ريدستون باش نجمو نصعبوا المتاهة شوية ونحطوها ممتعة للناس الكل ثانينا تراو كيف تراو لنا زيد عملنا ريدستون ريتور لا ريدستون لنا ايه ورنا زيد باش نزيدوا الفيلم في وسط المتاهة باش عملنا اللمسة الخاصة نتاعنا باش نزيدوا مثلا لنا جامع لنا هذه المتاهة مثلا عملنا زيد مثلا بعض الأسواق عملنا زيد بيت دار عربي هذا كل المتاهة مثلا تجي مثلا تدخل من باب بنية تدخل من بحر هيك المتاهة كما تلاحظوا أكلنا هذا مثلا عمل بالريدستون هذا أيضا باب هذه المتاهة كل وهي المتاهة هي ديجا أساس اللعبة معنى المتاهة كل معنى اللعبة كل تتمحور عن اللعبة لأنها كل عمل بالريدستون تحت الأرض زادا به ولأن زادا نحب نوريكم التلفازة نتاع هذه كيف مش نعرضوا اللعبة نتاعنا نبداو نجيو من هنا من هذه الغرفة نراو لنا أساس اللعبة اللعبة شنو عشان تتمحور ممكن نزيدو هكا نقربو نعرف شكون معناتها صناع اللعبة وشكون أشرف عليها مثلا شكر خاص للمدام فاطمة أبو عزيز و جديد باللي اشرفوا علينا على قدمنا هذه الفرصه لان في الغرفه هذه نعرف المعلومات الكل مثلا باب سعدون وقتاش تاسس باب جديد لان التصوير على الخريطه لان باب بنات لان باب الخضره كل شيء موجود ولان كيف ما وريتكم الكوداج وركزت على كبر الموقع مش كبرت الموقع الماكسيمو مش نشي من ور الناس الكل قديش معناتها في الحقيقة هي الموقع كبير برشا مثلا كيف مريكم لنا ساعة شوية هيكم التليبورتير مثلا باش تبدا تمشي اللعبة مثلا تمشي تعمل تليبورت مثلا باب جديد تجي لنا قدام باب جديد تعمل ديجا طلع على الموقع بعد ذلك تمشي تدخل باب جديد كم تلقى مثلا الأسئلة وقتاش باب جديد تأسس تختار ثلاثة أسئلة آدم سامحني فما بلوكاج تو فما بلوكاج في التصوير كونيكسيون خايبة وليت ما دونك تحكي في حاجة ما ريناهاش اوكي ما شنو البارتي ما ريتوهاش البارتي اللي انت فكر البيت اللي فيها انا ريتها معناتها اللي فيها تصويرتك وعلامات تونس معناتها من غاديك ارجع لهم للبيتاتي نرجع من الغاد تحبوا به اوكي باه شو كيفاه كيف ما قلت لكم هذه البيت لو سافات لو تراوني بالله هذه البيت كان جينا دوما تدخل اللعبه تلقى البيت هذه هنا فما كنت تفسير متاع اللعبه ولنا تلقى بعدك شكون صنع اللعبه وشكون المشرفين عليا انا فهمت كيف صنع اللعبه لنا تصويرتي ولنا تصويرة المبادرة عملناها بالبانتينك بالفوتوشوب ولنا علم تونس خاطر ديجا احنا نحكيو على التراث ونحبو نحطو التراث على الأقل اللعبة نتاعنا كان إن شاء الله انتشرت عالميا يعرفوا أنه معناتها اللي عملوها ناس تونس ونحيو التراث نتاعنا كيف ما قلت لكم لنا هذه الغرفة نتاع التراث نرى لنا مثلا باب سعدون تصوير باب سعدون لوكاتات العقواس وقتاش تأسس فما بلوكاج لهنا جوستمون كسبا ولا لا لحظة أنا هما ديجا راهو تصاور هو الكونيكسيون ضعيفة شوية أما تصاور راهو كرويت ناش أنا ملي كروم تاعي سبا نجم نراه مثلا ثلاثة قواس ما راهم كرويت كان تحبهم بعديك في الباش نهبطهم التصاور اي لا سي بون احنا ما وصلناش لهنا توا باش وصل التصوير للتصاور فهمت صار بلوكاج نعم سي بون نكمل بحر احنا مثلا باب قرطاجنه هذه الخريطه كامله عادي شان قبل ما نبدا وقت من اول نهار بينا احنا مثلا نحكيو مثلا في
عملنا الرينيوم تاعنا، قعدنا احنا مثلا نلوجوا على التصاور ونلوجوا على الخريطه باش نجمو نبنيو، عملنا ريسيرش كبيره لان الباب ساعدونا كي التصوير تاعها واضحه باب خضر هذا ايه. انا كيما قلت لكم التليبورتات مثلا كي تبدا اللعبه مثلا تعمل تليبورت كيف ما قلت لكم باب جديد، معناتها البيبان هذوما السته نتاع المتاهه معناتها الاساسيه، باب بحار، باب كل بنات، باب الجزيره، باب المنار، باب قرطاجنة. مثلا نمشيو مثلا كيما قلت لكم ساعه شويه مثلا نمشيو باب جديد ادم نلقاو وقتاش تاسس باب جديد. نعم ادم عاش ارجع. دونك انت قدام كل باب كي تنزل على البوطون هذيك والا يجي على الكارو يهزو ديريكتومون للباب اللي هو في التصويره. معناتها زيد وضح الحكايه هذيا عشوي. فاش صوت مقطع برشا. ترجع لتصويره البيبان يعني اشاك فوا وقت اللي ناقف انا قدامك الباب يهزني ديريكتومون للباب اللي انت بنيته هكا ولا لا؟ يعطيك الصحه. وانا قلت لك زيد وضحها. قلت لك ولدي مثلا مثلا نحب نمشي الباب حار نقول نحب نمشي مثلا الباب حار نقول وانا نمشي لنا ناقص كرنا ندور نلقى روحي باب حار ما بنيش نقريت شي ساعه شويه سي بون صحيت كي صحيت كملها شفتي انا هكا بديت نرجع للغرفه هذه باهي. ونعطيكم مثلا نظرة عامة تاع المتاهة من الفوق، مثلا نلقى فخاخ ريدستون موجودة، لنا زادا فخاخ تاع ريدستون، كل شيء معنتها ريدستون بالعاني عمدو كل تحت الأرض باش ما يعطيش ما يعطيش يعطي جمالية أكثر، ما يشوهش اللعبة، ولنا زادا قلت كيف ما وكم استفدت كثير وخذيت فكرة على التاريخ تاع تونس كي ما بين أنا قاعد نخدم في ذي الخدمة. مثلا لنا زادا خوخ ريدستون كما لاحظت وهنا كجامع زادا ما في وسط البيت البلاد العربية فما جامع، حبيت زادا نضيف جامع باش نعمل لمسة هكا خاصة كون نتمنى عجبكم. يعطيك الصحة آدم. كملت آدم؟ آدم كملت؟ يعطيك الصحة آدم. يعطيك الصحة آدم. أنا عندي زوج سؤالات سي مدام الفاتح. هاي تفضل مدام. آدم تسمع فيا؟ أي نسمع فيك. عسلامة. نسمع فيك نسمع فيك. باهي ادم السؤال الأولاني نتاعي أنت في الأول التقديم نتاعك قلت اللي باب البحر يوجد في شمال المدينة هكا؟ أي كيفاش عرفت المعلومة هذه؟ لوجه الانترنت علاش ويكيبيديا هو علاش اسم باب البحر الساعة حسب رأيك؟ علاش يسميوه باب البحر؟ خاطر كان قبل قديم بحر بعديك ردموه. دونك البحار نتاع تونس منين معناتها البلاد التونسية ولا مدينة تونس منين يحدها البحار؟ مش عامين نورمالمون ولا؟ ليه؟ باهي الحاجة الثانية قلت أنت مصور زوز أسوار هكا ولا ليه؟ قلت أنت مدينة تونس عندها زوز أسوار وأنت مصور الزوز أسوار هذوما؟ أي كل محتويات وسط بعضهم. تنجمش توريهم لي الأسوار؟ بالطبيعة. تربي لك من باب حر بلا ها باب هذا في وسط المتاهة نتعديو من وسط المتاهة نبدا نوريك كل شيء. هذا باب حر ولا انا في السور نكملو هكا ريشي تو فما هيك الدايرة تو باش تمشي هكا الدور هذا باش نكملو وهذاك شنو الباب هذاك زوج بيبان بحال بعضهم مش تسمي وهيك لا هذا الخضرة باهية كيف ما نعرف باب العسل هذا
ديجا بعد اللي بلاص نطاو بالدورة لنا عملت هيك الدورة ديك تتحدث حتى متقدم نطاو لنا مثلا بيبسي دي عبد السلام كما نحضنا في المخطط نلقاو بيبس عطون في الدورة ممكن أنا يوجد في الدورة سأشرقت لكم متأسس 1950 نكمل نقدمه دي كان نقاو روحنا لنا هيك الدائرة توا هذه الدائرة الكبيرة لنا تعطينا بيبسي محمود نلقاو بيب عليوة بيه انا كملت يعطيك الصحة بيه جوست انا السؤال فما حاجة ادم ترجع لي للي في الباب وفما حاجة كتب البيستاش هذيك جوست نحب نثبتوا فيها التركيبة متاحة كيفاش عملتها بعدي و اي قرب لنا هنا سي محمد يظهر لي نجم يدخل خليت فوالا سي محمد نشكر على الخيارات فما تناغم لوني جميل برشا فما بساطة وقوة تعبيرية واضحة على المدينة حاضرة في العمل هذا خيارات لونية حقا الحق موافقة يعطيه الصحة هذا ما عندك حبيت زيدا نسأل آدم وريني صورة من فوق آدم هو راهو كبير برشا راهو مش واحد الفوق اطلع الفوق اكهو معناتها صور انت فوالا سي سا معناتها فيه ممر هذاك معناتها انت اكسبري عملته والا الصور فما ممر من فوق لا لا سي بون يا بارتي بركه معناتها اقرب في بارتي من الفوق الصورة علاش عملتو عليه ذكيك وكهو سؤال وكهو الصورة علاش عملتو عليه ذكيك عريض من فوق من فوق خاطر الحراس ما قبل باش يسمو يشوفوا العدو هكا علاش عملتو عليه بلاني كيف ما حبيت نحطو كيف ما الماكسيموم واقعي صحابي لا انا ما عندي حتى سؤال يعطيك الصحه ما سي بيان فيو مع التلفات استعملت الدكتورين تاع ريدستون تحت تحت الارض الجمالي يعطيك الصحه في هذاك شكرا ابراهيم انا نعم يعطيك الصحه أنا ريت جمالية كبيرة من ناحية جمالية العمل يعني ولو ما هوش دوماني ولكن بالحق معناها نحس برشا واقعية في البيبان متاعك في الصورة متاعك الصور كيف بنيته آدم؟ نعم الصور كيفاش بنيته؟ الحقيقة بنيته بالكوداش مش جمد مش كل كوداش اما كده دورات بنيت ميدويا اما زاد بنيت الكوداش طعنت بالوسائل الحديثه باش بالكوداش عملت سلاش فيل وكتبت الاحداثيات واضح ده وال انا الرجل المتحرك نحب نراه ما فهمتش علاش قلت ما فهمتش علاش دي ماريت ويمشي من بعد قلت من عش سرية في العمل ولا من عش سرية؟ لا مش من وري ما هو مش من وريش الطريق فهمت؟ هاي تنزل تورينا هاي سافر شفت أنت هاي تمارين لازم خلنا نشوفه كيف شيء فنا نعمل مثلا هناك نعمل تب ران واضح ما جنيش ما هو جا مش هذا في الانترنت ليش خايب على الاخر هاي خلينا نشوفه ترى يتحرك هاي تبعوه
ان هكا كلمه مرات سريه عملت براني كيف لنا ممرات لنا توصل باب حر طيب شي كمل قدام باب هذاك كيفاش تحل ادم ما هو اللي تعدى منه كان هيك عملت كل باب المخفي السري بالعاني باش نزيد نصعبها باش ما يلقاوها سهله باش نمشي نلقاو البيبان مثلا من باب بحر مثلا باش نمشيو لباب قرطاجنا عملت كي تصور هكاك باش ما يجموش يلقاوها سهله فهمتي ما يلقاوهاش هكا باب واضح وعملت برشا تصور في وسط المتاهه باش يكون كوا ما يلقاوش مثلا هذه التصويره الوحيده معناتها هذا هو البلاصه عملت برشا تصور فهمتني شي اما عملت ديتاي باش ما يفرقوا فهمت اما هي الممر صحيح وكيفاش تعدى والباب مسكر كبير فين الباب اللي قبل هذا باب كيما هذا بالضبط وتعدى فيه هو في باب حر ظهر لي الباب اللي قبله هيك عملته يتحل من برا كهو هكا مثلا فما عملت كل هذه لانها تجي يتحل من برا اما ما يتحلش من الداخل فهمتني شاك من الداخل ما يتحلش واضح بالعاني باش معاك ذكر Merci beaucoup, Ed. Encore une autre fois, et s'il y a des remarques de la part des collègues. C'est bon. Merci. Cyril, tu as ma fina? Mais je connecté, mais je suis fait connecter, Cyril. Je peux vérifier. Bonjour, Cyril, tu as ma fina? Non. عايش بنتي قدم روحك عايش بنتي هيك حشيمه وبرا راهي هاي يا سيدينا طاير الحشمه اليوم بهي عاونوها فاطمه عاونوها اي عصيمه سيرين يا سيرين نعم قدم روحك يا سيرين هاكا هاي ديابو قدامك هاي سيرين هاي سيرين تسمع فينا سيرين سيرين أبا شنو اسمك بنتي هاي قولي شنو اسمك بنتي سيرين سيرين شنو سيرين شنو اللقب نتاعك بنتي شفقي صوتك عشرة فانا مدرسة تقرأ بنتي سيرين اسمعني سيرين عش بنتي انت عندك عدد على تقديم العمل وحتى تقديم روحك نحي شوية حشمة وبتقدم لنا روحك وتقدم لنا العمل متاعك سيرين باهية سيرين تسمع فينا هاي شنو قسمك سيرين انت رابع ابتدائي وفين تقرا سيرين سيرين فين تقرا سيرين مدرسة الفلاح صحيح سيرين هاي سيرين هاي تشجع باش تقدم لنا خدمتك بالكدا يلا نسمعوا فيك هاي مزيانة خدمتك يا سيرين برافو هاي ماما تبدا تدور وتحكي شنو عملت انت هذه ما دينت شنو بنتي دينت شنو بنتي نعم سيرين نعم لازم راهو تورينا الخدمه نتاعك وتحكي لنا عليها خاطر احنا ما لازموش نفهموها كي راهو لازمك تحكي لنا مش تحكي لنا ولا ليس عندي هذي ما تنفعني قوي صوتك شوية سيرين خدمتك مزيانة برشا مزيانة برشا جوست احكي شوية برك اذا بيبقى طاجنة اي صحي إذا باب بحر صحيح بيه.
نجم توريهم لنا من برا الساعة سيرين تخرج من برا توريهم لنا بعد ادخل للمتاهة وريهم لنا من برا مش بنتي اخرج لبرا ماما صحي ابعد شوي بشرة ومعاش بنتي ابعد شوي بشرة سيري ابعد على الباب ووري هنا مقابلنا باش نشوفوه بالكدا مش على جنب مقابل وري هنا مقابل يا عقلك يا ما تخاف سيري نستناو في عقلك بنتي باهي تحيتك هاي تكلم سيرين تكلم عاد انت حشمش تكلم صوتك باهي راه سيرين سيرين نعم تكلم عايش بنتي عاد تكلم كلامك راه باش يزيد زين الخدمه بالكدا يلا تكلم ما تحشمش ها سيرينا انت خدمت خدمه سيرينا اي وصف هنا عاد احكي لنا عليها شويه باش نفهموك الحيوت ما تتكلمش وحدها راه انت لازم تعبر عليها هاي سيرين مثال هاي تشجع هاي انت مع بالفيل شنو شنو ما عليك شكون هذوما خدمتهم بالفيل والكلون شكونهم المتاهة المتاهة صحيح صحيح ليه هذوما البيبان مزرق الكل متاحف يا سيرين سيرين مزرق حوانت شو ما حوانت شنو مزروخ؟ حوانت والله لا فهمتها قالت حوان تحوانت معناها حوان ايه اوكي 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 باهي سيرين يا سيرين نعم عملت حاجون عملت اجون يتحرك في اللابيرانتا عملت اجون يتحرك في المتاهه اه ولا اه ولا جون محلاه هاي وريني كيفاش يمشي ترى تفسخ شنو اللي تفسخ الكود علاش بيه تفسخ قعدت شوية وكها وش بك معه التوش سيرين يا سيرين سيرين نعم وش بك معه التوش الكود عودت منه شوية وكها هلي مشاها شوية هذي باهي سيرين سيرين نعم عملت ريدستونة جربت وما نجمتش واضح عندك شي حاجة أخرى باش توري هنا سيرين اي صحيت عايش بنتي صحيت صحيت والله مزيانه خدمتك ناقصك شويه كلام خاطر كان تكلمت راك غنيت لنا حتى غنيه
ميرسي سيرين يعطيك الصحه. يعطيك الصحه سيرين. خلينا نعطي ما تخرجش سيرين لحظه، خليك في الوحده نتاعك نشوف نسحقوا شي حاجه. ترى مدام ملف والله ما عنديش ما نسالها، معناتها يعطيها الصحه على الخدمه نتاعها وكها وماني. شكرا سي محمد. سي محمد ما عنديش سؤال. سي مراد شكرا. شكرا سي محمد. سي إبراهيم. سي إبراهيم ما عندكش سؤال؟ سي إبراهيم لا لا ما عندي حتى سؤال. شكرا باهي سيرين يعطيك الصحة مرة أخرى، إن شاء الله بالتوفيق الخدمة متاعك باهية برشا، وانتي بنية هكا صغيرة وحشامة برشا. شكرا جزيلا. توقف البرتاج ونقول لك يعطيك الصحة. يعطيك الصحة سيرين. كمل كمل لك لاجون ميساج حتى كان خارج المسابقة، كمله خليه يمشي وزيد تدرب على الريدستون ميساج. باهي انتي يعطيك الصحة سيرين. هاي تفرح خير سيرين. تغادرنا وإن شاء الله ربي معك وبون شانس. السلامة، مرحبا بكم. أنا اسمي وسيم الغمدي، عمري 16 سنة، نقرب المعهد الثانوي من مستوى الفوراتي سنة أولى ثانوي، والمدربة متاعي هي مدام فاطمة بوزيز. وسيم بارتاجينا الاكران نتاعك وتبريزونتي لنا الخدمه نتاعك. اي تفضل. اي مرحبا بك. مرحبا بك. تشوفوا توم ريجل. اي بديت البدايه نتاع المشروع نتاعي من باب الخضره، باب الخضرة اللي هو برسك من أكبر الأبواب في المدينة في مدينة العتيقة في تونس. ديت بزوز أبواب، والمدينة متاعي أو المتاهة متاعي عملتها على زوز مراحل، مرحلة الأولى ومرحلة الثانية، وكل مرحلة تهزك الباب. بطبيعة أنا عملت خمسة أبواب اللي باش تلقاو باب الخضرة، باب سعدون، باب الجديد، باب العسل، وباب سعدون. باش نبداو بال الباب الاول يعني باب الخضرة. باش عندنا هنا هذا هو معناتها تعريف نتاع باب الخضرة بالانجلش طبعا مش بالعربي. وهنا باش نشوفوا عندنا باب، هذا الباب هذا ما يتحلش، كي تنزل عليه ما يتحلش، لازمك ثم كود هنا سبيسيال بريدستون، لازمك تعمل الكود الصحيح باش يتحل. حتى كي تعمل هكا 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 ما يتحلش الباب، لازمك تعمل الكود الصحيح باش يتحل. عندنا هنا حطيت لافتة to open the door، لازمك تعمل العملية هذه، نعمل 8 في 2 باش نقوى 16 مع 11 باش نقوى 27 وإلا 3 باش نقوى 24. كي باش نعملو 24 معناتها الرقم الأول هو 2 والثاني هو 4. كي باش نعملو 2 و 4 وكيما تشوفوا باش يتحل معنا الباب. هذه المتاهة متاعي باش نجيب عملت دي كوموند باش حركت لحظة برك نبدل هذا. عملت دي كوموند باش نحرك شو اسمه الاجون متاعي. هنا باش نقرا كتاب باش نقراه باش نقاي ويقول لي شنو باش نعمل معناتها في المرحلة هذه، وهي باش تتكون فقط معناتها في تحريك الاجون تاعك يعني قدام التالي يمين ويسار. عندي هنا دي كوموند مثلا تي بي تعملك تيليبورت للاجون تاعك وين انت بالضبط. عملت فورورد عملت سميتها بحرف اف باش يمشي لقدام بلوك، وعملت فورورد تو باش يمشي مرتين مثلا قدام ما تبقاش تنزل كل مره مره بمره، وعملت اف 3 واللي هي فورورد 3 مرات. وعملت اللفت وهي اليسار واحد، وعملت لفت لفت زوز اللي تمشي مرتين، وعملت رايت واحد ورايت تو.
وعملت up واحد و down واحد وعملت هذه back يمشي بالتويل ده تسمع فيها؟ هاي هاي نسمع فيك هاي نسمع فيك مش نعمل تيبيت او مش نحرك لجوم داي مش نعمل مثلا F ثلاثة مش يتقدم ثلاثة مرات وبش نعمل مثلا شو اسمه مش نعمل ليفت مش يمشي مرة هيعمل كما هكا بعد فورورد بعد L وانت تقعد تحرك الأجرم تاعك من غير ما تقعد تعمل كوداج يعني تقعد يتحرك وحده يعني هي هذه تخليك كما نقولوا احنا تحركوا كيما تحب انت خاطر في المتاهة متاعي ما عملش خيار واحد خاطر ما بتاخذ خيارات وانت تختار اللي تحب عليه باه باش نتو ما نضيعش وقت خاطر عندي وقتك عليه باش بعد مثلا نوصل لبلاصة اخرى نبعد شوي هي كلها حكاية هذه كلها معناتها ما تجمش تعمل لا اب لا داون حكاية كلها معناتها فورورد ومعناتها تمشي قدام وتوخر التالي ويمين ويسار كهو هذه الليفل اه باش نقدموا شويه باش نقدموا شويه باش نقاو حتى مع ديوم بالكود بيلدر به بعد ما توصل هنا يعني نجيبوه هنا بعد ما يوصل الأجون هنا بطبيعة كي باش توصلوا انت هنا باش تما انت حليت المرحلة الأولى المرحلة الأولى اللي هي انك وصلت الباب جديد خاطر الساعة كنا في باب الخضرة واحنا المرحلة الأولى هي من باب الخضرة إلى الباب الجديد كما تشوفوا هذا التعريف متاع باب الجديد كله بالإنجليش يعني والتاريخ وقتاش تصنعه وشكون اللي صنعه بالضبط به كيف توصلوا هنا تبيع شوية شماريخك على خاطر احتفال كي انت وصلت به باش تاخذ هنا باش تلقى كتاب الكتاب هذا باش تحلو هاي باش تحلو باش يعطيك شو نقول لك او فيري جود يو كومبليت ليفل 1 جو تو بيج 3 نمشيو لبيج 3 في الاول باش تلقى باش تحل الباب الثاني باش تحل الباب الثاني باش يجيك باسورد كيما الاولاني مش يعطيك حسب تعملها لازمك تاخذ ورقه باش تلقى فيها الباسورد وهنا كتب لنا ذا باسورد ان شيست سيرشينغ معناتها لازم لنا نلوجو على لوجو على شو اسمه شيست اللي باش نلقاو فيه الباسورد نتاعنا باش نحلو به من بعد الباب ليفل الثاني فما هذا نزلوا عليه مش تحل شيء لوجو في كل بلاصه ما عرفش انا خلت لنا حاجه هذه الباسورد نتاعنا مكتوب عليها 13 باه نمشيو هنا كام هير شتينا تيليبورت باش نرجع الباب الخضراء ولكن مش باش نمشيو من الباب الاول باش نمشيو تو من الباب الثاني باش نحلو الباب هذا باش نلقاو هنا كتاب هذا باش تكتب معناتها باش يقول لك شنو هو المرحله الثانيه تتضمن شنو المرحله الثانيه تتضمن انك باش تحرك كيما هنا باش نلقاو الزوز هو يجي يفهمونا you need to get up your agent باش نعملو TP الاجنت نتاعنا وباش نعملو U هي اختصار الـ up باش يطلع مرة الفوق وبعد نعملو forward to باش يقدم مرتين وبعد نعملو D واللي هي نعملو D هي اختصار الـ down باش يرجع وبعد نكمل نحرك الاجنت كما حبينا نكمل نحركو كيف هنا باش يتيح باش يجي يتعدى الاجون تاعك لازمك تعمل له داون كيما هنا قال لك هير يو نيد تو جو داون يور اجنت باش تجم تعدي الاجون تاعك بعد نقدمه كيما هكا ومن بعد نمشيو نعملو اب الاجون تاعك ومن بعد نعملو فورورد تو ومن بعد كيف نبداو كل مره هكا تبدا كل مره تعمل اب وفورورد حتى لين توصل لتكمل المتاهة متاعك هذه هي المتاهة يعني كما تشوفوا كلها up و down يعني ماشي هكا up و down و forward يعني تتضمن بين الأولى وبين الثانية تتخلط بينهم الزوز وكما هنا باش نلقاو بلاصة باش يهبط فيها هذه انك يعني تتحرك في متاهة من غير ما تشوف حد شيء باه بعد ما نكملوا هذه باش نلقاو هنا stairs باش نطلعوا بالstairs نطلعوا به نجيبو هنا الاجون تاعنا باش نطلعو الستيرز هذو
به. كيما تشوفوا يعني توا طلعنا الاجرام تاعنا ستير زاد مبكات هذا الكل لي كوموند نتاعنا نتاع الاب وداون وليفت هو مناش علاش جاء هكا يدور فهمتش اذا فهم مشكله في الكوداج ومن بعد نوصلوا هناك العاده نكملوا نمشيو كالعاده بالاب وداون ونتعداو كل شيء به هنا باش نلقاو باب اخر باب اخر باش يهزنا الباب الجديد معناتها خاطر من هنا مسكر وما نجموش نتعداو الباب هذا باش الباسو باش نحلو كان نذكروا في الكتاب اللي قبله لقينا في باب جديد لقينا باسورد في شيست الباسورد ذاك هو اللي باش يحل لنا كيما نشوف مكتوب عليه 13 يعني 1 و3 باش يحل لنا باب كله بشي نقاو هنا بلاصه اللي بتعملنا تيليبورت الباب العسل هذا هو قدامكم يعني باب العسل هذا التعريف نتاعو باب العسل بالانجلش طبعا وتو باش نمشيو يعني الباب بحر وباش نشوفو باب سعدون معناتها من غير احد اوكي كما تشوفوا هذا هو عندي باب البحر وكما تشوفوا هذا هو التعريف نتاعو بالانجلش فهذا هو قدامكم باب البحر والفوق كعالم تونس يعني كيفاه به وهنا تو باش نمشيو لباب سعدون كما تشوفوا هذا هو باب سعدون حسب التصوير وحسب كل شيء حتى من الجناب يعني خدينا هذا من البلايس والعالم تونس ديما غادي وكتير مكتوب عليه هنا وكل باب مكتوب عليه باب باسمه كانت نرجع البيبان تنقاو كل واحد مكتوب عليه من فوق اسم الباب متاعه وهذا التعريف متاعه وان شاء الله عجبتكم ان شاء الله عجبتكم الماب متاعي وكهو يعطيك الصحة وسيم اسكو نجمو شي نشوفو فيو من فوق هاي تجمع عملت من باب الخضرة خاطر باب الخضرة بعيد شوية على باب العسل عملت طلعة يعني مع الستيرز طلعوا فوق الثنية متاع باب الخضرة الباب باب 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 الجديد شكرا كملت انت توا ابويا بنت نعم عملت 1 2 3 4 5 6 قداش من باب عملت فينالمون عملت 5 خمسة أبوي بي وعليش خليتها فارغة المدينة من داخل أنا حبيت أنا ما حبيتش نصغرها يعني حبيتش نخليها صغيرة يعني بداو كلهم بحظة بعضهم حبيت نخلي كل واحد بعيد على الآخر باش ما تجيش خاطر كي يجي بحظة بعضهم تاع كيفاش معناتها مانيش نقى الفرصة يعني نعمل الجدار نتاع المدينة هيك عليه ليه قلت لك علاش خليتها فارغة من وسط المدينة ما عبيتهاش علاش ما عبيتهاش والله ما بيتش على خاطر شو اسمه معناتها كان باش نعملها كبيره برشا يعني باش تمصات يعني تبدا كل 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 انت ركزت على الابواب والاسوار والمتاهه هكا ولا ايه ركزت على المتاهه وحبيت المتاهه باش نسالو سؤال وسيم انا حسب ريت لاجون انت تعبت فيه معناتها انك باش تحركوا باش تولي انت تتحكم فيه معناتها فما مجهود اما حقيقة وسيم معناتها انت عملت مسار واحد انت عملت له ثنية وقعد انت فك ثنية هذيك ماشي فيها معناتها المتاهة اين هي المتاهة معناتها في العمل متاعك اين المتاهة دونك وين معناتها الشواء انه ما خليتلوش ما
ما خليتوش تائه في المدينة حقيقة معنات. فما دروج وريتنا كيفاش يطلع، فما فنية انت رسمتها معناتها محددة وهي واحدة ما فماش طرق مسكرة معناتها. صحيح غلطة وريني معناتها اللي انا راني غلطة في الكلمة. لا مش غلطة، انا عملت فنية معناتها واحدة معروفة ماشي وين ماشي وكل شيء، ما عملت فيها كيما نقولوا احنا حوايج معناتها ديفيكولت يعني باش يلقى صعوبه يعني الاجون يعني حتى كي تجي تعمل له الكود يعني الكود باش يبدا معناتها صعيب شويه. انا يعني ما حبيتش نعمل كود يعني ونخلي ونوريكم كيفاش يبدا هو يمشي ماشي وجاي وكل شيء، حبيت نعمل الكود وحدي ونبدا انا نحركه كيما نحب انا. فهمتوني كيف؟ او فما موضوع هو تعطاك موضوع، فما موضوع انت انت معناتها لازمك تجاوب عليك الموضوع هذاك. الموضوع فما متاهة، يا متاهة المدينة معناتها، فهمت؟ مش طريق مسير عندها في المدينة، يلزم يتوه عندها مقتنعة بكلامي وإلا لا. معناتها أنا أعطيتكم الموضوع تصنع متاهة وهو يتوه وتختار له يدخل من معناتها نقطة بداية باب ونقطة نهاية باب آخر، وانت لاجون معناتها تعمل له معناتها بروغرام باش معناتها ليكزيكوت، وانت بعد هو يتبع المسار الصحيح. ظهر لي هذه معناتها تعليمه سمعتها انت والا لا؟ وسيم 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 تسمع فينا ولا؟ ألو ألو وسيم وسيم أي نسمع فيك نسمع فيك. إيه وسيم يعطيك الصحة في الخدمة وجابريسي بوكو بتون ترافاي، وعارف اللي عملت مجهود كبير في البروغراماسيون دو لاجون، متأكد منه ويعطيك الصحة فيه. حبيت نقول لك حاجة، قلت المدام فاطمة قبل بجمعة قبل العيد بنهارين عندي شكون توفى، فهمت كيفاه؟ أنا كعلش لبيرت ما تحكمت فيها برشا، أصلا كانوا في مخي برشا حوايج كنت معمل على برشا حوايج ما نجمتش ما قيتش أمس العشية بديت فعل فهمتك واضح. حاولت نريقل فيها شويه بعد هذا في الحوض، معناتها ما لقيتش وقت باش نعمل ليبرات الغرق. واضح يمكن انا عندي رمالك، اذا كانك انت تقيدت بالتعليم اللي عطاوها لك انك عندك لابيرانت متاهه باش يتوفى لاجون دو لا سورت انك عملت لها بروغراماسيون اوتوماتيك، كان يوفر عليك برشا وقت، خاطر انا متاكد انك عديت برشا وقت في البروغراماسيون دو لاجون. معناها كان عملت لابيرانت عاديه ولاجون يبدا من بوان دو ديبار يوصل بوان داريفي، راك بوتيت الوقت هذاك استثمرته في حاجات اخرى في الوحده نتاعك في البروجي نتاعك. صحيح ولا؟ اي صحيح. هاي ها اي صحيح باهي. اي انا خلي جوسيد لابارول زملائي الساعه وزميلاتي باش يسالوكم ودافع على خدمتك بالباهي وسيم، ومن بعد نرجع لك. مدام ألفة تفضل. مدام ألفة والله انا ما عنديش ما نقول، فقط عجبتني خدمته معناتها سورتو معناتها الحدود والاسوار معمولين بالجديل ابواب كيف فقط حبيت نساله عليه قدام باب بحر معناتها عمل امبيز معناتها مشهد تعريف فقط بخلاف السؤال الاولاني اللي كان جاوبني عليها حاليني حبيت نعرف وكها بحر قبل ما يتقصوا يولي في رون بوان في تونس كان بينته السور، والسور كان محطوط من هنا والتصويره موجوده قديمه في الانترنت. كيفاش؟ سين اصل الكونيكسيون يعني الانترنت في الشقه هي مش مشكله اصلا مسكين انتو كاسي بون هو واضح معناها. وي وسيم اللي فيه الفايده واضح يعني صح. الو وي وسيم نسمع فيك.
عندي ريزو في الدار خايب شوية. حبيت نقول لك ببحر، انت قلت علاش عملت من تالي نعطيها ريف ولا حاجة ببحر. قبل ما كانش محطوط في رامبوان وانا محطوط على الكياس، قبل بحر كان مربوط من تالي، كان قبل بحر كان موجودة حدا تصمم تصور في جوجل، كان حدا تزوج موجودة من تالي، كان مربوط كيما هكا بالضبط، يعني كان هذا الظاهر، كان فما خرجة من هنا وفما السور من هنا خارج، كان هذا السور كان لصق فيه هكا من تالي هكا، كان كيما هكا بالضبط. من بعد هو معناتها الرئيس نتاعنا هو نح وقتك هو هد السور، هو حطه في رامبوان كيما تو تشوفوه، حتى باب سعدون كيف باب سعدون عمره اللي كان في رامبوان، باب سعدون كيف كان مربوط كيما باب حارة سعدون، باب كبير برشا معناتها من أكبر الأبواب كيما هو باب الخضرة يعني. اي مش كان ببحر حطيت قدامه بحر خيره. اسمه ببحر على خاطر قدامه بحر. لا ها ببحر ما تسميش ببحر، ما تسميش ببحر على خاطر قدامه بحر. ماله تسموش على خاطرك هو باهي مسيش وسيماتك الصحه سي بون مدام الفا. سي محمد والله حبيت نشكر على طريقة التقديم بالأساس، ما فما تحس ثابت معناه في قول فما ثبات في القول وثقة في النفس، هذا جي بيان ابريسي. في الخدمة فما برشا جوانب باهية وركز على جوانب عدة، لكن روح المدينة العتيقة كأنه معناها ضاع شوية في العمل هذا، معناها ركز على جوانب تحسها ركز عليها برشا سورتو التقنيه اللي تخص الجوانب التقنيه، وفما اهمال روح المدينه. نشوف فما مدينه لكنها ماهيش المدينه العتيقه نتاع تونس، معناها نحكي في الكوتي هذا نتاع الارث والتراث والموروث. اجمالا برافو، يعطيه الصحه، خدمه خارقه العاده، شكرا جزيلا. يعطيك الصحه سي محمد. سي ابراهيم ما عندي سؤال، يعطيه الصحه. بيه يعطيك الصحة سي إبراهيم. ألور وسيم بيه عندي ليك بعض الأسئلة. دونك اسكو لهنا ديجا او نيفو دو لا بروغراماسيون، قلت لك انت بذل جهد كبير بالنسبة للبروغراماسيون تاع الرجل المتحرك لاجون، في البناء عملية البناء كيفاش بنيت انت السور وال... انا اصلا كنت محضر الحاجة هذه به. هذا من كل البروجي بتاعي، هذا من كل البروجي بتاعي استعملته، منما سوبر ديجر اللي هي نحيد بها بعض بلوكات، منما بيلدر وال معناتها ان هذه بيلدر وال انا وهي لكتو نشيو نشوفو، هذه تبني لك ساس تحب عليه انت فيسا، كما انت تجم تبني ساس بالكود بالاجنده نتاعك، كيما تجي تبني ساس فيسا يعني. وهنا كيما نقولوا هنا الريبير، هذه قداش باش تختار انت طول البلوكات، يعني قداش طول البلوكات ما تقدر، وهنا هذه قداش نحكي هذا قداش العرض يعني 8 ولا 20 قداش الطول. نجربوا واحده لحظه برك نحرك هذه باه نجربوا نختاروا. وسيم نعم، باش نطلب منك حاجه بسيطه، حاول تعملنا بالكود بيلدر متاهة في وسط المدينة. هي رأي بريسك سهلة برشا، هي خطر فما في وسط الكود بيلدر فما هي هذه ما لازمك تعملها دوبل الحاجة الوحيدة. ترى اعمل هنا في وسط المدينة. حليت بالجافا سكريبت بالبار بلوك، حلها يا وسي. تجيب لهم مش حاجة من تيتوريال، مش موجود، مش بنجيب لهم حاجة تيتوريال. انت خدمتها ميساج ميساج يا فاطمة، ميساج من التوتوريال، ميساج نوريكم حاجة أنا خدمتها ولا نوريكم كيفاش نعمل متاهة يعني.
ورينك كيفاش تعمل المتاهه في زوز دقائق. انا المتاهه اللي عملتها ما عملتهاش على الاجون. الاجون اعتمدت فيه على البنيان السيستم، اعتمدت فيه كما هذا مثلا، هذا ثلاثه بلوكات تقام بعد الهواء، ومن بعد هذا البلوكات هذا كل بناهم اللي فوق الصوره، هذا كل بناهم الكود بيلدر، الاصوار كل بناهم الكود بيلدر، هذا كيف بناهم الكود بيلدر، هذا ما عملتهم انا، معناتها بريسك انا عملتهم. نعرف يا وسيم، يا وسيم هذاك الكل مقتنعين به، قلت لك معناتها ملاحظه بسيطه، عملنا متاهه في زوز دقائق. نعمل لك متاهه بكود بيلدر في زوز دقائق. اي مام حتى اقل. وسيم وانت تخدم، عندي سؤال ليك. اي مش كان عملت بالفيل مش اسهل؟ لا انا نحب نخدم الكود بيلدر. على اسم الكود بيلدر خاطر نجم نعمل بسلاش تي ونعمل فيل وكل شيء، ما الكود بيلدر نحسه كحاجه باهي معناتها ويسهل عليك برشا حوايج، خاطر مثلا حوايج كيما اللوب مثلا ما تلقاهاش في السلاش فيل، تقعد انت تعاود كل مره وحدك، فما حوايج كيما الديجر مثلا، الديجر لا في الـ في الـ في الـ في التي سلاش لازمك تعمل انت فيل، والانت فيل لازمك تمشي كل مره بوزيسيون اللي تحب عليها انت، باش لازمك تسجلها ودنيا وكل شيء. مش كيما هكا كمل سيبه الكود بيلدر يعطيك سوبر ديجر ويمشي، انت مشي انت وين تحب. صحيت باهي مريق كمل. اي صحيح مدام وداد، هل سي بون؟ سي بون، انا حبيته معناتها نعطيوها اون شانس الحقيقه، خاطر قالك انا شكون توفي لي وكل، دونك خلينا نشوفوا المتاهه بعد اذنكم معناتها. لا خلينا نشوفوا معناتها المتاهه اللي هي باش تتعمل في بون سي بون كها وسي. دونك هذا ايش حبيت نوصل معناتها انك دونك ظروف ساعات تحكم كها، ومي هو ينجم يعطي الصحة. يعطي الصحة، يعطي الصحة وسي. تنجم دريتي بارتاج وسي وتخرج عايش ولدي. يعطيك الصحة، برافو إن شاء الله مواصلة طيبة، وربي إن شاء الله يوفقك في قراءتك وفي اللي تعمل فيه الكل.